رجعنا لكم. وعلى النوعيه دي بقى يا عزيزي قيس بقى حاجات جوه الدين، بقول لك عباده، يعني الصلاه تتقطع او ما تتقطعش. هي قالت لهم انا زوجته في البيت، اللي هو مفيش كلام بعد كلامها، 200 الف موقف حصل وهي معاه. قلت لهم انا كنت بنام فبيغمزني فارفع ساقي ويسجد. انتوا بصوا للدرجه دي وبتاع. قالوا لا عائشه لم تكن تعلم المقصد من المعنى. المحققين المتاخرين خلوا السيده عائشه مش فاهمه قوي، معاذ الله. خلاص. وقالوا هو لا، هو الحديث بتاع ابو هريره صح، انه المراه مع الكلب مع الحمار تقطع الصلاه. وهي عرفت انه اهانه، السيده عائشه قالت لهم اسويتمونا بالكلاب والحمار. المهم يبقى نرجع ان اول حاجه ترجع تصحي الناس زي الناس اللي كانوا في القرن الثاني، التخلص التام من قدسية وفكرة القيد، ان طالما العنعنة جت سليمة يبقى النص لازم نقبله. لا مفيش لازم، لانه لازم نقلب الآية، نبص للنص الاول ونشوفه هل منكر على الرسول او منكر على الاسلام نفسه او عباداته او منكر على سورة الرسول او منكر على اي حاجة، بعدين نقول مين قاله. لان الحق أحق أن يتبع زي ما القرآن قال، وإنما الرجال تعرف بالحق ولا يعرف الرجال الحق بالرجال، زي ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إنما يعرف الرجال بالحق. هم مين؟ هم أعظم ناس قالوا الحق ولا لا؟ وليست تعرف، يعرف الحق بالرجال عشان ده قالوا يبقى حق. لا، المدرسة دي اللي انتوا فيها لحد النهاردة، ليه يا فندم انا اقبل حديث زي ده؟ ليه اصدق انه اتجوز السيده عائشه عندها 9 سنين؟ ليه اصدق ان المراه مش عارفه تقطع الصلاه؟ ليه اصدق انه شتم مش عارف مين؟ ليه اصدق انه اتسحر؟ ليه اصدق انه اتسم؟ ليه اصدق انه مات مديون؟ ليه اصدق انه المراه لما عدت قدامه تغيرت مشاعره؟ اعوذ بالله. ليه؟ عشان حدثنا. لا، اقلب بقى الايه، بص للنص الاول، اذا كان حق فلا يبقى حدثونا دول فوق راسي ملائكه. انما اذا كان النص باطل يخالف القران، حتى بقول لك في حاجات جوه الدين، سيبك من سوره الرسول خالص، انا بكلمك بقى على عموم ما ادخل في الاسلام، حديث زي يقطع الرسول اهان مش عارف ايه اهو مش عارف كلام، حتى الحديث الكبير ما بدل دينه فاقتلوه، انا عملت زمان عليه 40 حلقه ورا بعض، حديث لا له علاقه بالاسلام. القران بيتكلم فين؟ القران بيتكلم عن ناس ارتدوا ورجعوا، ارتدوا ورجعوا، الرسول موجود ولا حد قال لهم يتقتلوا. فانت بص اقامت عليه حد باقي لحد النهارده، وصوره برضو للاسلام سيئه، ده غير انه تنفس في ناس كتير، انك تقول للناس انت بتدخل الاسلام بمزاجك، تطلع من الاسلام تتقتل. احنا كده ناس رحماء. القران ما بيقولش كده. فلازم نعيد الكره من الاول، النص النقد ليه والنظر ليه اولى من السند. كفايه عليك 14 قرن السند جاب كل اللي بنحكي عنه ده، وكل حديث فيه قتل او دماء او استباحة دماء هو من السند ده، من الاسانيد. لكن لو جالي حديث يقول ايه اللي هو الحديث العمدة في المسألة اللي هو بنين عليه اللي انتوا عارفينهم كل اللي هو عصموا مني مالهم ودماءهم، من قال لا اله الا الله فقد عصم ماله ودماءه. طب واللي ما قالهاش يبقى مش معصوم المال والدم، يعني لازم يسلم، لازم يعني احنا يا القتل. وده مش في القرآن على الإطلاق، ما نعرفش الكلام ده. خلاص. كل الحديث، كل بقى الحديث اللي هي في أصل أصول الدم هتلاقيها من النوع ده، اللي هي لم ينظر فيها للنص. وكل بقى اللي ايه لما بقى ماتت الروح دي، هم بقى خدتهم اللي ايه، خدوا الفترة الاستقرار بتاعتهم دي بقى السادة اللي احنا ما بنعرفش حاجة وهما بس اللي بيعرفوا، بدأوا يبرروا أي نص. يعني عمري ما شفت واحد في المحققين القدامى في حياتي، لا ابن حجر ولا حتى البخاري ولا مسلم ولا تلامذتهم ولا النووي ولا ابن حجر ولا حد يا راجل مسك نص كده قال هذا منكر لا نقبله على رسول الله، ولا واحد. لا، ازاي السادة جابوا حدثنا خلاص بيتقبل. انت بقى شوف له صرفة، فيشوف له صرفة شبه اللي انا قلت لكم عليه، بتلاقي المخرج مضحك عيب. لا اصل هو بطنه بتتنفخ وهو حي فتتنفخ وهو ميت عادي.
لا اصل هي التعديه بتاعت مش عارف غير الصلاه. لا اصل القران ما بيقولش الرده بالشكل، اصل الرده هنا معناها لا اصل الرسول ممكن لما يسب سبابه مش عارف دعاء، وقال له اصله مش عارف. طب الرسول اباح عصموا مني ما لم ادبهم، اتيتكم بالسيف، كل بقى الاحاديث ايه ده؟ جبتوه منين الاسلام ده؟ فانا ما شفتش واحد فيهم قال ده منكر على الاسلام، ده ضد القران، بتبقى الايه قدامهم. حتى انا طول رمضان انا بتكلم عن اساطير، قلت لكم هو فين القران؟ حتى الحاجات دي اللي هي بقى لا الرسول ولا الدين في اصله ولا اخلاقه ولا رحمته ولا سمته ولا صورته ولا هيبته، كل ده الطعن. حتى الاساطير، واحد هيجي واله ومسيح ده وبتاع وهيحكم وربنا ما قالناش في القران خالص، ما قالوش الناس دي، قالوا القران هو يا جماعه بيتكلم هو يحيي ويميت وحده، ازاي واحد تاني يحيي ويميت؟ هنهزر؟ إيه مش عارف ايه كل بقى اللي انتوا سمعتوه في رمضان عن اساطير، دخلوه ادخل ولا يهم، ياجوج وماجوج يلا، المهدي يعيش، المسيح راجع ما فيش مشاكل. ايه يا جماعه ده؟ طب الحديث ده يعني من كل جوانب، جوانب فكريه، جوانب عقديه، جوانب تخص هيبه الرسول واخلاقه ورحمته وعظمته، جوانب تخص الايه ده، ما فيش حاجه ما سابوهاش. بس عشان يعني لو تخيل لو كان الاسلام القران والاحاديث الموافقه ليه بس، يا خبر ابيض على جماله. كل الاديان جميله بالمناسبه، وكل الاديان تدعو الى الله الواحد الاحد، بس هتلاقي الاسلام كان حاجه كده زي الناس، مفيش حاجه مفيش مشاكل. لكن ليه انت النهارده في ازمه؟ لانك مضطر تصدق ده كله وتعيش في شكوك، يا اما تبقى في نظر نفسك يفهموك ان انت كده زنديق وماشي ورا الشيطان. تخيل احنا اتجننا للدرجه دي، ان اللي بيدافع عن الرسول وبيقول الكلام ده يا جماعه ما حصلش بقى هو الزنديق. اكيد يعني انا مبسوط والله ان في يوم قيامه هنتقابل فيه كلنا ونعرف مين اللي طعن الرسول ومين الزنديق الحقيقي، نعرف اكيد هنعرف، لان دي مش محتاجه كلام والله، بس الواحد مش قادر يقوله. زي كده اهل مكه افتكروهم دول احسن ناس اللي عملوا كده في وكيع، احساسهم مش ورا سند ولا انت ازاي تقول كده على رسول، وخدوا قرارهم. لو قلنا كده النهارده بس، لو جبنا النصوص اللي بس في الكتابين الكبار وقلنا انت ازاي تقول كده على رسول، هتلاقوا قول بقى. فيا جماعة القصة دي ملهمة في مليون حاجة. اولا اصحوا زيهم كده الاوائل، اصحوا مفيش قيود مفيش قداسة لحد بشر. اتنين ابتدوا مع نفسك في دايرتك الخاصة انت لوحدك، ما تدورش بقى سيبنا انا هشرح لك الحديث واشرح لك الاسانيد وشغلتي، خليك انت في الاهم، عقلك متقد وشغال، جالك النص او سمعته حكم عقلك في النص مش في اللي جابوه مش في اللي اخرجوه وعن عن ولحدثنا ويقفلوا عليك كل باب، لا يقولوا اللي يقولوا، اكيد في خطأ في النص، انت قول لنفسك كده طالما ده النص يبقى في خطأ في النص، في واحد كذاب في النص، لانه ذلك غير مقبول على الاسلام نفسه، ذلك ضد القرآن، ذلك غير مقبول على النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك غير مقبول على زوجات. يا راجل يا عمي ده ما سابوش حاجة، ده حتى وقائع في بيوت النبوة أصلا لو يا سيدي بعد الشر يعني ومعاذ الله حصلت تكتب ليه؟ تكتب ليه؟ دي بقى حاجات هنعيشها بعدين. هو مين علمكم أن كل حاجة في يوم الرسول وكل همسة في يوم ولازم تكتب عشان هي سنة؟ مين قال لكم الكلام ده؟ جبتوه منين دي؟ مش هو أب وزوج وحبيب وله أحوال إنسانية، بتكتب ليه دي؟ يعني نفترض أنه هو اتخانق في البيت، على فكرة أنا قلتها مرة في الخريطة زمان 2017، 13 سنة في مكة، أكيد كانت السيدة خديجة توفيت في السنة الأخيرة في مكة، أكيد كان في خناقات في البيت، أكيد كان في مشاكل، يعني مش ممكن 13 سنة قاعدين أزواج بشر ما بيتخانقوا، أكيد كان في إن شاء الله مشكلة واحدة. ما كتبتش الخناقات اللي في مكة السيدة خديجة، ما طلعتش كده قالت على فكرة إحنا لما اتخانقنا رميت الأكل مش عارف في وش الضيوف واللي اتكتب بقى في المدينة. ليه؟ عشان ده من كل الأطراف كان الرسول لا يرضى عنه، لأن خلي بالكوا الحاجات دي طلعت بعد الرسول ما توفي، يعني الرسول مش هو قاعد عارف إن زوجاته طلعوا حكوا ولا أصدقائه طلعوا حكوا إنه كان في خناقة في البيت ومش عارف حصل إيه، ولا مكتوب في البخاري يا خبر أبيض لما تبدل يوم مع يوم ودخلت سيدة حفصة قالت له أفي بيتي يا راجل،
ولما عملوا مؤامرة مش عارف يقولوا له ريحتك العسل ده عشان هو كان عند ماريا القبطية. بتقولوا ايه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ وبتعتبروا ده بيتقال ليه؟ ليه؟ انا مش هقول لك غلط ولا صح، خلاص احنا متفقين انه اساءة. انا بتكلم وهما بيكتبوه، وبرضه مش هقول لك ازاي كتبوه وجالهم قلب يكتبوه. ايه كتبوه؟ اصلا هو اتحكى بقى من القرن الاول. ليه؟ ليه؟ خناقة في بيت ازواج، الخناقة سنة؟ يعني هكتسب من الخناقة ايه؟ ايه؟ ازاي اصلا؟ افرض انها حصلت، تكتب ليه؟ بسبب ايه يعني؟ مين حط في دماغهم في اني امة دي حصلت؟ ان كل همسة في حياتنا بيوم يكتبوها وفيها ساعات ممكن واحد على فكرة يتعصب. اكيد النبي كان بشر، يسب لا، يتعصب اه، مش كله حلم واناء، لا كان بشر، ممكن النبي موقف يقدره ومش عارف ايه. ليه تتكتب ليه يعني؟ ده بعيد عن بقى كل اللي انا بقوله ده، بقى نعيشها بعدين دي. لكن نرجع لموضوع يا عشان نطلع بالفايده بقى. اصحوا اولا، فكروا نفسكم باهل مكه اللي عملوا كده في وكيع، دي الناس الحقيقيه، تخلصوا من القداسه لان دول بشر. اتنين، بص للنص يا عزيزي من اول النهارده، خد عهد، قول كل ما اسمع حديث حتى لو قالوا لي متفق عليه، البخاري ومسلم مع بعض اخرجوه، او البخاري لوحده او مسلم لوحده، هبص للحديث اقول هذا لا يمكن احساسي من غير اي فهم ولا علوم الدنيا اللي هم بيقولك انت ما تعرفش في العلوم، انت من العامه، قول انا هحكم احساسي وعقلي لاني بخشى ربنا، اقول ده ليس من الاسلام، ده مناقض للقران، ده كذا. مدرسه عظيمه. انا ممكن في فروع لده كتير ممكن اطول فيه، دي الثوابت الحقيقيه مش الثوابت اللي هم بيدعوها. ثوابتك ايه؟ هو اللي يتوافق مع القران ومع النبوه، هي دي الثوابت الحقيقيه. قبل ما يقولك هم ثوابت انتوا عارفينها. وممكن اقول جزء بسيط يوم الاحد، وان كنت ممكن استغنى عنه عشان نبتدي في، بس انا بلاقي رسائلكم ان انا يعني، المهم ده الاستيفاء للموضوع، لو قلت حاجه اقول حاجه بس زياده. النص، مدرسه نقد النص هي الحل، ولا يهمك السند، النص موافق للقران السند يبقى فوق راسي من غير ما اعرفه. مش موافق للقران لازم نعيد غربله حقيقيه لكل النصوص بما فيهم الكتابين الكبار، لان اصبح الوضع مخيف. لانه تقبل كل ده بعيد عن سوره الاسلام، بعيد عن سوره، هتشك في نفسك وفي خيالك وفي عقلك وفي دينك، ومقابل انت يقول لك اوعى تشك والا تبقى انت بدات تخرج بره الاسلام. اعوذ بالله، ده هو الشك في الحاجات دي. واليقين ما حصلتش من الرسول ولا الاحداث دي كلها، هو عمق الاسلام والتدين. يوم الاحد ممكن اقول حاجه بسيطه في ده، وممكن نفتح على طول موضوع اللي انا بقى جاي لي 100 رساله عليه عشان نعمله بالتفصيل كده، الاسراء والمعراج، لما انا قلت في رمضان انا اثبتهم لكن رواياتهم فيها مشاكل. كمل يوم الاحد واشوفكم اول اسبوع ان شاء الله.